ثم كملت الركن الثاني اللي هو انا مشيت على خاطره. الركن الاولاني اللي هو الاحرام، هذاك الركن ثم قلت باش نبنيه بنيه ماشي هي عمره. فالعمره هذيك اول شيء الاحرام. الاحرام هو شنو؟ النيه مع التلبيه، اللهم اني نويت العمره فتقبلها مني، لبيك اللهم لبيك، وزيد الراجل ينحي المخيط ولا محرم. وبعد يدخل مكه، يدخل بيت الله، يبدا بالسبعه اشواط من باب من عند الحجر الاسود. وقت اللي يكمل السبعه اشواط ايش يعني؟ فما هنا ما قلنا الحجر الاسود، وهنا الباب نتاع الكعبه، مقابلهم قد تم مقام ابراهيم عليه السلام. هذا مقام ابراهيم يصلي ركعتين في الجهه هذه كلها وما ينجي، اسمهم ركعتين ركعتي الطواف. كما وقت اللي نحن خرجنا عملنا ركعتين نتاع الاحرام، كما بعد ما نكملوا الطواف نعملوا ركعتي الطواف. اسمهم ركعتي الطواف وين يستحب؟ قلت لك هو وراء مقام سيدنا ابراهيم. ولكن الدنيا تبدا هكا، انت كان نجمت فبها ما نجمتش، وين ما تيسر لك، وين ما تلقى بلاصه بعد ما تكمل سبعه اشواط قد كل شوط تستلم الحجر الاسود، تصلي ركعتين نتاع الطواف، ركعتين الطواف. سيدي بنى الصور معنا. قل يا ايها الكافرون قل والله احد، اذا حافظتهم، ما كانش بالصور اللي تحفظهم، اذا حافظتهم قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. اذا ما نحفظش هذوما، نحفظ انا اعطيناك الكفر ونحفظ كل اعوذ برب الفلق. نقرا باي ما تيسر. اللي تنجم. فهمنا؟ وين وصلنا توا؟ عملنا الركن الثاني اللي هو شنو؟ الطواف. نبدا بالحجر الاسود سبع اشواط، الرجال نزيدهم حاجه اخرى وهي انه وقت اللي يكون لابس الازار هذاك ولابس الازار وهو باش يدخل يطوف، قال انا مستحبه مش فرض راه مستحبه، لكن ملشى يعديها على الشطر اليمين هذايا اللوطاني، يعديها من اللوطه ويحطها هنا. سنه الاضطباع اسمها الاضطباع، يعني اسمه علاش هو؟ على خاطر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقت اللي مشى للمدينه هاجر من له، وبعد وقت اللي رجع لمكة باش يعتبر يا اخي الكفار تاع قريش قالوا اغزروا كيفاش محمد واصحابه هلكتهم الحمى تاع يثرب، معناها يثرب هلكتهم بالسخانه ولات عندهم ضعاف. يا اخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليري من نفسه قوه، يوريهم اللي هو قوي. يا اخي شو عملوا الصحابه؟ كل واحد منهم رمى الازار نتاعو شطره لهنا وبدا يعمل هذا يسمى الهروله، الرجال تهرول والنساء ما تهرولش. اذا نجم، ولكن الدنيا تبدا مليانه ما ثماش، اذا ما نجمش يعمل اضطباع ولا ما نجمش يهرول فلا شيء عليه على خاطر كلها مستحبات. المهم انه طاف سبع اشواط وصلى ركعتين الطواف. بعد ما يطوف السبع اشواط ويصلي ركعتين نتاع الطواف يمشي الماء زمزم ويلقاه باب زبداد بادن كما يحب هو، وهذه كلها مستحبات. يشرب قد اللي يحب يشرب حتى يشبع، وبعد باش يمشي يعمل الركن الثالث اللي هو السعي. هو السعي بين الصفا والمروه، هذا الركن الثالث. احنا تو قلنا اليوم باش نحكيو كان في الاركان، علاش نحب نحكي كان في الاركان؟ كما قلت لك على خاطر هما اهم حاجه يلزمني نعملهم. هذوك اللي يسمين نعملهم الاولانيين خاطر هذوك هما اللي ماشي من خاطرهم. اذا الاحرام الطواف وبعد السعي. السعي شنو؟ ماني انا عملت الطواف صليت ركعتين مشيت شربت ماء زمزم ارتحت شويه ما يقلقش، جات الصلاه من الصلوات نصلي ما هي معنا، وبعد نمشي للصفا والمروه. الصفا والمروه نمشي لها نلقاوها ديما هي من جهه نتاع الحاجه تلقاوها من جهه هذه هكا. نمشي نلوج على شنو؟ على الصفاء. قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانوا العرب يروا أنه الصفاء والمروة من الواجهة دي كانوا يعملوا فيها الناس في الجاهلية، وكان يعني واحد اسمه صفاء والآخر اسمه مروة، حسيلوا حكاية بتاع العرب، فهم كانوا متحرجين ما يحبوش يعملوها، لكن نزل القرآن قال لا.